منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ببورسعيد، دي منظومة بترعاها الدولة بتكلفة إجمالية بتصل ل 1.8 مليار جنيه ومدة تنفيذها عام واحد فقط، وبتتضمن تشكيل اللجان الوزارية مع كل الوزارات المعنية بتطبيق القانون، تشكيل الهيئات الثلاثة وإنشاء نظم العمل والحكومة، رفع كفاءة المستشفيات والوحدات وتجهيزها بشكل كامل، ده بالإضافة لإنشاء نظام الميكنة والربط بين كافة الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمة وتوفير الموارد البشرية وتدريبها وتأهيل المستشفيات والوحدات للحصول على الاعتماد، ده غير الحملة الترويجية للمشروع وتسليم كروت التشغيل التجريبي. وبالنهاية الإجراءات دي تكون محافظة بورسعيد تم تأهيلها للبدء في تطبيق التأمين الصحي.